أرحب بالجميع، كل بصفته واسمه واحترامه وجميل شخصه. أرفعنا أن تكون أو يكون هذا الاجتماع بعنوان خلية عودة النساء والأطفال الحاصلة والأفق. من جهة الحاصلة وهي من نتدارس ونتذكر حول ما تم إنجازه خلال هذه السنة التي هي على وشك نهاية، إذ لم يبقى إلا أيام معدودة لاستقبال السنة الجديدة، والتي بالمناسبة نتمنى لكم بها التوفيق إن شاء الله، وأنها تعم الجميع بالخير والفضل وما يتمناه كل واحد منا. ومن جهة ثانية لنتذكر كذلك ونطرح جميعا ما يمكن أن يطور عمل الخلية من جهة، من نقاط ومشاريع مستقبلية التي من خلالها نتم حصيلة ونحتفظ على ما تم تحقيقه. ومن جهة ثانية استشرافا للمستقبل وما يمكن أن نتخذه كبرنامج لسنة 2024 إن شاء الله. فإذا كانت هذه السنة، أنا شخصيا أعتبرها كما يقال لتأتيت البيت الداخلي، حيث أنه منذ أن التحقت على رأس النيابة العامة بهذا الإقليم ارتأيت أن تكون هذه السنة هي لتأتيت البيت الداخلي وتنظيمه، وبالفعل وبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جميع مكونات العدالة وأسرة النيابة العامة والضابطة القضائية والسلطة المحلية والجمعيات وجميع الفاعلين في هذا المجتمع، الحمد لله حققنا ما كنا نصب إليه، وإن كان لم نبلغ إلى المستوى المنشود، بحيث أنه إذا ما استخدمنا لغة الأرقام فيمكن حصيلة كانت إلى حدود 80% 90%، وإن كان هو رقم مهم، ولكن أنا بالنسبة لي لست قنوعا به، لأنه الحمد لله أنا من النوع الطموح، وهذا يجب أن ينعكس على الطاقم الذي يعمله، وهذا ما أوصله دائما للسادة النواب وكيل الملك وكذلك لعناصر الضابطة القضائية دركا والشرطة، لأنه من خلال ما تم وصول إليه من أرقام هي أرقام كما كان الحال مهمة، ولكن اطمحوا إلى المزيد. فإذا أغتنمها فرصة لأشكر الجميع، عناصر الدرك الملكي على المجهودات التي بذلوها بجميع مراكزها، كذلك عناصر الشرطة والسادة النواب وكيل الملك الذي يمثلهم اليوم السادة بغرام، السادة أطر وموظفو كتابة النيابة العامة، السادة الصاهرين على خلية العنف سواء المحامون في شخص الأستاذة جليلة، وكذلك فعاليات المجتمع المدني والتعاون الوطني، منابر الصحافة اللي حضرت اليوم الحمد لله راه استدعيناهم تهما، لأنه كما أشرت إليهم خلال أيام أن ساكنة إقليم سيدي بن نور لا بد لها من تأطير ديواش غير في ورخاوي، خص تأطير ديال الساكنة. ساكنة إقليم سيدي بن نور تحتاج وتستاهل إشعاع ديالها، وتستاهل أنها شكون اللي وجهها، وتستاهل أنه اللي وجهها، وتستاهل أننا نطوروا وننميوا توجه التفكير ديالهم، ما بقاش مقتصر على واحد
للاسف ما التفاهه اللي كتنصرف بعض هذا والى اخره والى اخره. وحنا الحمد لله غنكونوا راه الاشاره كما كنا راه الاشاره خلال هذه السنه، غنكونوا راه الاشاره ديال الجميع وديال جميع المواطنين خدمه لصالح هذا المجتمع، واستحضارا منا لمبدا ان القضاء في خدمه المواطن. فاذا توكلنا على الله من خلال هذا اليوم. هنا استحضروا فقط بعض الأرقام التي من خلالها يمكن الوصول إلى طبيعة العمل التي تقوم به خلية العنف ضد النساء والأطفال، حيث أنه تم تسجيل خلال هذه السنة التي لم يبقى لها إلا 4 أيام أو 5 أيام من غايتها، ما مجموعه هو 779 محضر، هذا فيما يتعلق بالعنف ضد النساء. من خلال هاد 779 محضر تم إنجاز 737 محضر، إذ لم يتبقى منها سوى 42 محضر. من خلال هذا المنجز الذي سبق الإشارة إليه وهو 737 محضر، تم تسطير 152 متابعة، وتم إحالة 29 محضر للاختصاص إلى محاكم أخرى، فيما تم حفظ 556 محضر، هذا فيما يتعلق بالمحاضر. فيما يتعلق بالشكايات، تم تسجيل 702 شكاية، المنجز منها 610، الذي لازال في طور البحث 92. من خلال المنجز اللي هو 610 تم تسطير 73 متابعة، تم إحالة 52 شكاية للاختصاص، فيما تم حفظ 485 شكاية. إذن هذا باختصار الأرقام التي من خلالها إذا ما قمنا بجمع عدد المحاضر بعدد الشكايات وكلها المتعلقة بالعنف ضد النساء، سوف يلاحظ بأنه تم تسجيل 1481 شكاية، يعني بنسبة بنسبة مهمة. هاد 1481 شكاية وهي التي سوف نعمل على دراستها ودراسة المسببات ودراسة الحلول، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الشكايات والمحاضر التي تم حفظها، لأنها هي وإن كانت لغات الأرقام تبقى صماء، ولكن أثناء التحليل سوف يتضح لنا جميعا بأنها أسبابها ومسبباتها والحلول التي يمكن اللجوء إليها، خاصة وأنه إذا ما تم أخذ بعين الاعتبار الرقم الذي تم تسجيله بخصوص الحفظ وهو 1041 بين المحاضر والشكايات. هذا إذن فيما يتعلق بالشكايات والمحاضر المتعلقة بالعنف ضد النساء. أما فيما يتعلق بالشكايات المسجلة فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، فقد تم تسجيل 181 شكاية، تم البحث 181 شكاية، تم تسطير 18 متابعة وإحالة 5 شكايات للاختصاص، وتم حفظ 49 شكاية،
فيما لا زال أو ما لا زالت 26 شكاية في طور البحث. فيما يتعلق بالمحاضر، تم تسجيل 285 محضر، تم تسطير المتابعة في 43 محضر، وإحالة سعود على الاختصاص، وتم حفظ 220 محضر، ولا زال طور البحث في طور البحث 13 محضر. أما إذا ما أردنا التحدث عن ما هو إحصائي وتدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة منذ بداية السنة، وهذه الأرقام بالمناسبة التي طرحتها قبل قليل هي إلى حدود 25/12، يعني بمعنى أنه إلى حدود يوم أمس، حيث إحنا 25/12 راه باقي لنا واحد 6 أيام. طامعين أننا فيما يتعلق بالشكايات اللي لازال طول البحث وكذلك المحاضر أننا نكملها إن شاء الله، وأغتنمها فرصة لأوجه تذاكر إضافية وشفوية للسادة رؤساء المراكز الطرف الملكي، اللي بالمناسبة أحييهم على المجهودات التي بذلوها خلال هذه السنة، ولكن كما دائما أقولها لكم أنا أطمع في المزيد، أنا أطمع في المزيد. إذن بالنسبة للشكايات والمحاضر اللي باقي عندكم، الله يجزيكم بخير، اللي باقي خلال هاد 6 أيام اللي باقا، باش ما هو إحصائي نحبسوه في 31/12 إن شاء الله، اللي هي غتكون نهار الأحد، اللي كتبقى عندكم شي حاجة وفينا بها وفينا بها. إذن فيما يتعلق ما هو إحصائي، فيما يتعلق بتدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة منذ بداية 2023 إلى غاية 25/12/2023، فيما يتعلق الطلبات المتعلقة بقضايا الأسرة 5041، ملفات الحضانة 4، التحجير والتقديم 15، الولاية ملف 1، القضايا المدنية المستأنفة 250، الزواج المختلط 18، زواج القاصرات من 426 موافقة و 125 رفض، إصلاح الأخطاء المادية 230، وفيما يتعلق بملتمسات تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة 4490. إذن هذا فيما يتعلق بالأرقام. إذن كما قلت لكم أن لغة الأرقام تبقى لغة صماء. ما يمكن ملاحظته خلال هذه السنة، أنا ما أعرفش مقارنة بالسنة الماضية، أنه سوف تلاحظون بأن بمقارنة مع السنة الماضية اللي هي سنة 2022، والتي لم ألتحق بالعمل بهذه النيابة العامة إلا في منتصف نوفمبر من 2022، وإذا ما قارنا الأرقام التي تم تسجيل لها خلال سنة 2022 وبين سنة 2023 إلى حدوث يوم أمس اللي هو 25/12، لاحظنا بأن هناك تطور، سواء في عدد المتابعات أو في عدد الشكايات أو المحاضر التي تم حفظها. ربما يتساءل متسائل حول التطور المهول فيما يتعلق بقرارات الحفظ. الأستاذة الفاضلة ربما راها على بينة، والهيئة المحامين سواء بالجديدة أو بإقليم سيدي بنور، فربما استأنسوا بالمنهجية التي أسلكوها كوجهة نظر وكتوجه، والتي سارت عليه النيابة العامة بسيدي بنور، وهي تفعيل العدالة التصارحية، حيث أنها أصبحت من بين الأولويات، وهي فلسفة عمل النيابة العامة بسيدي بنور،
وعندما أقول فلسفة بمعنى أنها أصبحت نهجا ننهجه في التعامل مع جميع القضايا، سواء كانت عنفا ضد النساء أو عنفا ضد أطفال أو ضرب وجرح أو جرائم مالية بما في ذلك النصب وخيانة الأمانة والسرقة وإلى هذه. لماذا نهجنا هذا النهج؟ لأن كما تعلمون الحمد لله أن المجتمع المغربي له مرجعيات، هذه المرجعيات غالبا ما ترتبط بما هو عقائدي ديني أو بما هو أسري، الطابع المحافظ الذي لا زال يتجاذبون مهما وصلت درجات العصرنة أو المعاصرة، فكتبقى ذاك الطابع المحافظ ديال الإنسان المغربي وبالتالي الأسرة المغربية هو الذي يطبعنا. فلذلك عندما لجأنا إلى العدالة التصالحية، وهي بالمناسبة أنا منذ كنت أشغل وكان لي شرف اشتغال كنائب وكيل الملك أو كنائب وكيل عام الملك، كنت غالبا ما أصطدم ببعض السادة المسؤولين الذين كنت أشتغل تحت إمرتهم حول نهج هذه السياسة أو هذه الفلسفة، وهي فلسفة العدالة التصالحية. والوقت والأيام أثبتت لهم وأثبتت لي شخصيا أنا كذلك أن العدالة التصالحية هي نهج لا محيد له مهما حييت، لأن الصلح كي كما كيقولوا حنا عندنا بالدارجة كتقطع العرق وكتسيح الدم ديالو وكتكويه، يعني أن هذه الخصومة لا رجعة فيها. أما والحال أن في بعض الأحيان وإن كانت لا زال هذا تفكير يطغى على جميع عقول بعض الناس والمتقاضين، وهو أن المتابعة في حالة اعتقال هي العدالة، والحال أنها ليست كذلك، لأن العدالة تتحقق بمجموعة من الإجراءات. العدالة ماشي هي الاعتقال، الاعتقال هو تدبير استثنائي، وأصبح يتقل كاهل الدولة، أصبح يتقل كاهل الدولة، حتى أنه اجتماعات دورية التي تكون لها مع رئاسة النيابة العامة وآخرها في أيام قليلة من خلال دوريات ومن خلال كذلك توجيهات السيد الوكيل العام الملك لدى محكمة استئناف الجديدة، هو ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي. والحمد لله أنه سيدي بن نور حنا لسنا معنيه، لأنه إذا ما قرنت النيابة العامة أو المحكمة بسيدي بن نور المحاكم أخرى، إحنا الحمد لله رحنا في الخانة الخضراء، لم نتجاوز المعدل الوطني فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي نسب يعني ضعيفة فيما يتعلق بالاعتقال، وغالبا غالبا غالبا ما ننهج بدائل الاعتقال. لهذا فإذا ما لاحظتم أنه فيما يتعلق بقرارات الحفظ تكون دائما في إطارا أو إعمالا لمبدأ سلطة الملائمة. ما معنى سلطة الملائمة؟ وأنه عندما يكون صلح بين زوج أو زوجة، وهو ما نصب إليه دائما، أننا نعلم جيدا أن الأسرة إذا ما تقدم وغالبا تقدم الزوجة في مواجهة زوجها بشكاية، فإننا نطلب من الضابط القضائي أولا ثم أثناء التقديم نعمل ما في وسعنا لإجراء محاولة صلح، حيث أنه يتم درءا لكل ما يمكن أن يفكك الأسرة. فكما يخفى لا يخفى عليكم أن ربما النسب المهولة والأرقام المهولة والتي أصبح يعرفها المجتمع المغربي من نسب الطلاق، فربما الأرقام راه داكشي مخيف، أنه وصلت ربما 40,000 طلاق، يمكن 48,000 يعني طلاق في السنة، راه هذا رقم مهول. نعم أستاذ؟
على 48,000 أسرة في الكاس. يعني راه رقم مهوي. إذا ما تم إجراء عملية حسابية بسيطة، 48,000 طلاق في سنة خلال 10 سنوات، 480,000 طلاق، يعني نص مليون. وهذا نص مليون إلا درنا عاوتاني عملية بسيطة، وهي إلا ضربنا حنايا يعني تقريبيا كل أسرة غيكونوا فيها ثلاثة الأطراف ولا جوج وليدات ولا وليد. يعني بما أنه إلا ضربنا هذا الرقم هذا اللي هو 480,000 خلال 10 سنوات مع الضحايا ديال الطلاق اللي هما غالبا الأبناء، راه غنوصلوا للملايين ملايين. والطلاق للأسف لأنه لحد الساعة الناس ما كيعرفوش بزاف تأثير ديال، فهو تأثير عنده على الناتج الداخلي الخام ديال الدولة المغربية، عنده تأثير على الأطفال، وهذا هو الأهم، لأن كل ما هو مادي يمكن أن يخلق. أما الأطفال فالناشئة كيفاش غتربى؟ وكأننا نعد قنابل ونعد مشاريع مجرمين، سواء فيما يتعلق بالعنصر النسبي أو العنصر الذكوري. وأنا أقول هذا الكلام جيدا ومن خلال الواقع المعيش ومن خلال الممارسة اليومية. فالأبناء اللي كيتربوا تحت الكنف ديال الآباء ديالهم اللي هو الأب والأم، هذوك كنطلبوا لعل وعسى يجيب الله فيهم التيسير. راهما أبناء المجتمع، راه أبناءنا جميعا، راه حنا عا كنزرعوا دابا وغنحصدوا من بعد ما تم زرعوه. فهادو اللي كيكبروا مع والديهم، ولعل وعسى تكون تربية صالحة وتكون ناشئة وتكون كذا. أما أبناء الطلاق، فالمرأة كتصد الجهة والراجل كيصد الجهة، والضحية الأول والأخير هم الأطفال. وهذه راه أرقام يعني مهولة مهولة مهولة، يعني أرقام لا يمكن تصورها، لأنه نتمنى على الله أنه مستقبلا، وإن كانت الأسباب والمسببات احنا كنعرفوها في الواقع، ولكن ملي يمكن تدرس كل حالة على حدة فهنا فيك يوقع المشكل. ان ملي تقول اي واحد شنو هو اسباب الطلاق، كل واحد اش غايقول، شي غايقول لك الظروف الاجتماعيه، شي غايقول لك الظروف الاقتصاديه، شي غايقول لك كذا، شي غايقول لك كذا، كل واحد اش غايقول. شي تيقول لك الاجراءات المسطريه، شي تيقول لك بانه من هاد تطليق الشقاق تزادت النسبه، والحال ان المشرع المغربي ولا الدوله المغربيه اثناء التعديلات اللي كانت طالت المدونه الاسره سنه 2004 هي كان الهدف منها وهو تقليص، فإذا بها تأتي عكس ما تم سنه. يعني هنا من اللي غنفتح باب النقاش، نتمنى على الله أننا غير نعرفوا بعدا شنو هما الأسباب، حيت دابا كل منطقة ربما وكتكون عندها خصوصيات ديالها، ولكن القاسم المشترك هو أن نسبة الطلاق ارتفعت. إذن هنا ما بقاش الأمر يتعلق بخصوصيات كل منطقة، حيت هذه الخصوصيات رغم ذلك تلقى بأن الطلاق ارتفع. فأثناء شكرا أثناء فتح باب النقاش إن شاء الله نتمنى أننا مادام أن العنصر الحمد لله النسوي راه موجود، لأن من جهتهم غادي يطرحوا علينا وجهات النظر ديالهم هما. حنا كذكور راه حنا كنشوفوا النظره ديالنا حنا كذكور، ولكن النساء تما ربما تما يكون عندهم تما يدليو بالدرب ديالهم فيما يتعلق بوجهات نظرهم، لانه راه افه ولات افه. ونتمنى على الله انه ربما مشروع المدونه الاسره اللي غادي يكون مستقبلا انه يجينا بالحلول. اذا نرجعوا للنقطه اللي
اللي بديت بها هذا الطرح وهو فيما يتعلق بتفعيل العدالة التصالحية. العدالة التصالحية الحمد لله كما قلت لكم العدالة التصالحية عطات الأكل ديالها. العدالة التصالحية إذا ما أردنا تشخيصها فكتولي بعض المرات أنه حتى قبليا وهي كتسمى بالنسبة لي أنا كنسميها الردع القبلي ديال تفعيل العدالة التصالحية. بمعنى أنه دابا حاليا أنا على يقين وما يصل إلي من معلومات هو أنه ساكنة إقليم سيدي بنور اللي كتقدر الساكنة ربما ب 600,000 كنظن ياك 600,000 غتكون 600,000 شحال 480,000 اذا ما وصلتش 600,000 يعني يلا تقريبا 500,000 فالاغلبيه اش يقول لي مثلا الا وقعت خصومه ولا نزاع يقول لي شوف سير قلب على التنازل راه توصل عند وكيل الملك راه يعطاك لك يعني هي ماشي صوره اننا كنخوفوا بها عباد الله وانما ولات صوره نمطيه من اللي الانسان ولا كيعرف بان هذا الصلح راه كيوضع حد للنزاع وكيخلي انه يتم حفظ الشكايه او يتم حفظ المحضر. نخليه حتى